مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكوسة المحشي بطريقة جديدة وكتير حلوة. عنا كوسة عملتهم بهيدا الشكل، غسلتهم ونقرتهم، شايفين شو حلوين؟ واو كتير حلوين. بس تركت كوسي اللي عملها انا وياكم لنشوف مع بعض الطريقة. بسم الله، اول شي بشيل العرق، كمان من هيدي الجهة شي خفيف بعملها بهيدا الشكل لتعطي شكل حلو، بعمل فيها هيك خطوط تعطي شكل حلو بهيدي الطريقة. يعني هيدا الخط عم بعمله بس للشكل، عرفتوا كيف؟ سكينة منشار عم بستعمل أكيد. إيه بعد ما عملتها بهيدي الطريقة، هلأ الكوسيات اللي عندي نفس الحجم بعملها بهيدا الشكل، بحدد نفس الحجم تقريبا، شفتوا كيف؟ يعني إذا فرقت شوي ما في أي مشكلة بهيدا الشكل. هلا بحاول بقصة، طريقة كتير حلوة ورائعة. بنقرأ أنا وياكم، فينا بهيدي وفينا كمان نعملها بملعة. لا أفرجيكم كيف بالملعة فينا نعملها. حلوة كتير هيدي الطريقة وسهلة. نقرناها بهيدا الشكل بالملعة، كمان فينا نجيب ملعة. طريقة الملعة فينا نجيب ملعة بنعملها بهيدي الطريقة، نضغط عليها شوي، شفتوا كيف؟ هيدي طريقة الملعقة، شفتوا كيف؟ بعد ما عملنا الكوسيات أنا وياكم بهيدا الشكل، هلأ عنا وقتين لحمة مفرومة ناعم، وفرمت عليها كمان بصلي بهيدا الحجم ناعمة. عنا ملعقة ونص ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونص ملعقة صغيرة سبع بهارات. بنحطهم فوق الخلطة الملح والبصل، خلطهم منيح. بعد ما خلطتهم منيح عندي صينية، أي صينية موجودة عنا ما في مشكلة، نحشيهم. هيدا الشكل وبصفهم بالصينية على جنب بعض نفس الشي. بنصفهم بهيدا الشكل. بعد ما حشيت الكوسيات، هلا بدنا نعمل المرقة أنا وياكم. رح حط حوالي ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات، عشان حطيت بالحشوة ما رح كتر،
كمان نص ملعقة صغيرة ملح، ملعتين طعام شراب، بحط مي، بحركن منيح مع بعض، هلا بحطن على الكوسايات. بسم الله، نقلت الكوسايات من هيديك الصينية عشان هيدي أفضل ساعد، هيديك كبيرة شوي. هلا بدخنهم على الفرن درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هول الكوسايات اللي عملتهم أنا وياكن، أخذوا بالفرن حوالي 50 دقيقة. نحطهم مع رز. بسم الله، كمان اللي بقي عندي من الكوسيات عملت عليهم كوسة وبيض بهيدا الشكل. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.